اخواتي بناتي صحيبتي، تبارك الله عليكم، يوم موفق وحافل بالافراح والهناء والنصرات، تبارك الله عليكم. نرحب بالزبناء او المتتبعين الجدد تبارك الله اللي دخلوا في القناه ديالي، شكرا شكرا لهم المتتبعين والمتتبعات تبارك الله عليكم. ودائما كنرحب كذلك، كيبقى من مرحبا في قلبي هذوك المتتبعات الوفيات القديمات والمتتبعين كذلك، تبارك الله عليكم، عواش مبروكه بالصحه والهنا وطول العمر ان شاء الله. اذا قبل هذه العواشر حنا باقينا ايام الله، باقينا ان شاء الله الكوتي يجي لكم اليوم بواحد الوصفه اللي تبارك الله كيحبوها الوليدات، كيحبوها الكبار والصغار، وسهله واقتصاديه وزوينه، المقادير ديالها كلشي متوفره عندنا في الكوزينه او في المطبخ ديالنا. اذا كما كتشوفوا قدامكم، بسم الله على بركه الله نتوكل على الله، ندخلوا في المقادير. فهنا عندي دقيق ممتاز، دقيق الفرس كما كنعرفوا، يعني اللين اللي هو دائما دقيق الحلويات. فبالضبط عندي 300 غرام، هنا كما كتشوفوا 300 غرام. هنا عندي الخميره الفوريه، وكاين الخميره المعجونه، كل واحد شنو كيعمل. انا عملت معلقه كبيره مع واحد معلقه صغيره السكر، باش نتوما كتعرفوا يعني باش كتحاول كينسجم كتخلط كيخمر لنا الخام يعني العجين. وهنا عندي جوج، باقي نخوي عليه الماء انا بغيت نوري لكم. وهنا عندي جوج معلقات ما نمرش بزاف زيت المائده او زيت النباتيه. هنا كما كتشوفوا عندي سكر فاني جوج خليشات او دو ساشي، جوج ساشيات ديال الفاني. ما كنعملهمش بجوج البنات، غير تبعوا معايا الفيديو شوف كيفاش كنعملهم، ما كنعملوش بجوج يعني في هذه الوقيته هذه. وعندي كذلك الخميره اللي هي خميره ايديال الحلوه، هانتوما كتشوفوا. اذا هادو هما المكونات، وعندي خلاص الماء دافي باش كنجمع الطحين ديالي او العجين ديالي، هادو هما اللي عندي. اذا كنبدا بهذه الطريقه، حيت كاين اللي كيقول لك ورينا كنت كنخوي الماء عليه. اذا هذه الطريقه كنعمل الخميره والماء باش كتفاعل بواحد السرعه يعني كيخمر، وكنخلط بهذه الطريقه. انا كنت عملت السكر، كنا معلقه السكر صغيره، وهاد الخميره كذلك كنحاول نخوي هذه وحده سكر فاني او بنكهه الفانيلا، كنخوي حتى هنا يعني باش كيدوب لي هو، كنخليه وكنتركو هنا جانبا، وكنعمل معلقه ديال الملح كما كتشوفوا. الملح دائما كنقول لكم البنات او الاخوات على حسب الذوق، الملح كيبقى على حسب الذوق. هي معلقه غير صغيره، هانتوما الاخوات كنعمل واحد الحفيره هنايا باش كنخوي فيها الخميره ديالي هكذا، وكنبقى كنخلط شويه كندخل هكذا. غتبعوا معايا البنات، راه باقي ما غاديش نضيف، غنقول لكم السرد هذه اللي خليتها علاش. من بعد نحاول نغربل هذه، هانتوما كتشوفوا لما غربلتها دائما كنقول في الوصفات خصنا نغربوها، نغربلو الخميره باش كتخلي لنا الوصفه ما كيبقاوش ديك الكواور. وكنخلط عادي وكنجمع العجينه ديالي بحال هذا الشكل. بسم الله بسم الله، المدافي البنات دائما كنقول انا جميع العجين ديالي الرغايف يعني مسمن ملاوي، كل واحد كيفاش كيسمي العجين، فدائما كنقول الماء دافي كيف البرد كيف الشتا كيف. المهم الطريقه ديالي انا كنقولها لكم، اذا بغيتوا ان شاء الله كتبعوها على الطريقه ديالي باش كتنجح لكم الوصفه هي هذيك. فانا كنعمل الماء سخون، ما كنعملش الماء بارد، عفوا ماشي سخون اللي يسمع دي سخون، مي هو الماء يعني دافي وصافي. اذا كنبقى على هذه الطريقه كنجمع حتى نجمع العجينه. ها هي العجينه البنات كما جمعتها، راه ما دلكتهاش انتما كتشوفوا كي مازال، حاولت غير كيفاش نجمعها. الان غنحاول نقلبها على هذه الطريقه هكذا كما كتشوفوا، هي خاصها تبقى شويه مطلوقه بزاف. كنبقى هاد جوج معلقات كنحاول كنعمل بهذه الطريقه كما كتشوفوا هيدا شويه بشويه، وكنعملها على هاد الطريقه. كندخل في هذيك الزيت وصافي بالطريقه ديالي، كل وحده كيفاش كتعمل يعني ما كندلكش.
كندخل في هذيك الزيت العجينه مرخيه كذلك، كنخوي ما تبقى لي ديك المعلقه اللي بقات لي من الكاس، وحتى هي كنحاول كذلك بحال هذا الشكل كذلك كندخلها. هذا هو السر، خليت لكم انا هذيك هكذا كما كتشوفوا باش ما كنبقاش كنحاولش ندلكها، كنبقى غير كنجمع ديك الزويته اللي دخلت باش تدخل لي. العجينه راه مطلوقه، اذا لما دخل ديك الزيت على هذا الشكل كنخلي العجينه ديالي هكذا، دخلت غير الزيت فيها كما كتشوفوا. غنغسل يدي وغنجي نوريكم كيفاش غادي نديرها وفين غنديرها. كنا البنات ها انتم كتشوفوا لما دخلت في هذيك الزويته كنهزها وكنديرها هنايا معايا مزيان. هاد الوصفه واقيلا راني ما قلت لكم شنو هي، راه كلشي كيعرفها وانا عارفه كلشي كيعرف يطيب، ولكن انا غنجيب بابي اليمونطير وغادي نغدي نغطيها نغديها حتى هي تغطى. انتما بناتي خواتاتي انا غطيتو بابي اليمونطير او بيان سيرفيليزي وكنخليوه كيخمر واحد المده، نقدر نقول لكم بالضبط نقدر نقول لكم يعني اما هادشي الحال سخون راه دغيا كيخمر. المهم ملي كتشوفوا الحجم ديالو ضعف كيطلع تبارك الله، نخليو مثلا تقريبا هداك 10 حتى ربع ساعه يعني 15 دقيقه وغادي نتلاقاو ان شاء الله نشوفوه كيفاش غادي يجي باش نشرعوه في العمل ديالنا تبارك الله عليكم. هادي اخواتاتي وصحيباتي انا باقي ما استعملتهاش، استعملت غير وحده، هادي باقي ما استعملتهاش، غير تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا علاش خليتها. اذا غنخليوه يخمر وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما بسم الله كما كتشوفوا انا باقي بغيت نعرف قدامكم، كتشوفوا الحجم ديالو كيفاش ضعف، كنعرفوا بان تبارك الله خمر ها هو. اذا كنحاول غنجبدها، غنخرج من هذا الغاز غنجبدها، وهادو هما الوسائل اللي غادي نستعمل البنات. ديك الساعه غنوري لكم كيفاش غنعملو. اذا انا غادي نجبدها على سطح العمل، غتشوفوا الهيضه لما جبدتها كنبقى كنسرحها على هاد الطريقه هادي. قلنا البنات هني كنعاود على هاد الطريقه، كنحاول نطلقها على هاد الطريقه. العجينه كما كتشوفوا راها مطلوقه جاريه، يعني ماشي جاريه بزاف، كتبقى العجينه مطلوقه. اذا كنحاول نسرحها على هاد الطريقه. هانتوما البنات انا كنخدم يعني كنحاول ندلك ديالي وكنبسطها، وحتى السمك اللي هو ماشي رقيق بزاف بحال الرغايف كنخليه شويه عاود ماشي غليظ فهمتي، شي سنتيم هيداك شي حاجه يعني خصو يجي شويه. هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه وانا غنوري لكم كيفاش كيجي الغض بحال هيدا يعني. وغادي نبقى اللي عندها مثلا شي مريشمه انا غنوري لكم، باقي كنبسط شويه، انا غير بغيت نوري لكم الطريقه يعني كنبسطها مع العجينه تبارك الله. يعني دائما كنقول لكم خليوا العجين يبقى مطلوق شويه، حتى في الخبز قد ما كان مطلوق شويه هو كيجينا شويه فيه الصعوبه، ولكن غير كنصبروا معاه قد ما كنخليوه مطلوق. واخا غير العجين راه كتجي الخبيزه مزيونه، ولا خليناه قاصح راه كتجي مدقصه وما نقولكمش يعني كيفاش كتجي. اذا لما كنبسطها كامله متساويه يعني بحال بحال، ما كنخليش جهه طالعه وجهه مثلا هابطه، نتوما كتشوفوا كنحاول يعني نقدها كامله كنشوف باش ما تلصقليش. نتوما عارفين العجينه جاريه بحال هذه الطريقه، وكنخد شويه الطحين وكندردر فوالا كندردر عليه بحال هكذا البنات. وكل واحد شنو عندها، انا عندي هادشي اللي قلت لكم هاد المريشمه هادي نتوما كتشوفوا نحاول نخدم بيها. والقلب ديالها ما نكذبش عليكم اختاريت انا هاد المقد الحلوه التقليديه الماكينه، وكل وحده كتشوف كتشوف الكوزينه ديالها وكتفسف كما كنقولوا كديباني راسها وحده الطريقه. انا غير قلت لكم اللي ما عندهاش بحال هادي، راه كشحال مره انا كنت كنعمل لوليداتي كنعملو غير بزلافه، اللي ما عندهاش هاد المريشمه كتعمل بزلافه. وكنبقى كنبقى بسم الله بحال هاد الشكل كنقطع المره الاولى، ثم بسم الله حاولوا توركوا عليها هكذا باش خصني نربح العجينه ديالي باش ما تضيعليش على هذا الشكل.
كنمشي معاها كامله دائما. انا كنقول لكم في الوصفات ديالي ملي كتبعوا المتتبعات الاوفياء ديالي راه ديما كنقول لكم الاقتصاد، ما الانسان ما يحاول يمشي باش ما نسيبوش يديك العجينه مثلا ولا عاد نولي نخدمها. انا راه ما كيعجبنيش يديك دوبل طرافاي، كيعجب الانسان كيتقن الحويجه ديالو بلاتي عليه وكيتقن الخدمه ديالو كتجي. هانتوما تبارك الله ما شاء الله جبتها مع بعضها، الانسان بشويه عليه وكيتقن الخدمه ديالو. ثم كنبدا من هنا مثلا ملي ما مشيت وكنخدم واحده اخرى هنا، ما قلنا شحال استعملت، راه غير 300 غرام البنات هيدا. ملي كنعمل هادي كنشوف ديالي، شوف البارغه تلصق لي مثلا، وكنحاول كنعملها بهذا الشكل هذا. اذا العجينه اسمحوا لي العجينه جاريه، انا عاد كنقطع وحتى هادو نحاول ما نسيبهمش. البنات ما قطعت لكم هذيك دابا عاوتاني، حيت كاين اللي كيبغي انا طلبوا لي مثلا ديك التقبه كتكون صغيره، حاولت نجيب نتوما كتشوفوا هذه فاش كنعمل العطريه او الملح وكنحيدها بهذه السهوله. هذه البنات ما تسيبوهاش كتجي مزيونه حتى هي. اذا كنشوف على هذه الطريقه هذه، انا غنوري لكم عفوا هيدا، وكنحاولوا نسرحوه، كنحاولوا نسرحوها على هاد الكاميرا. هاد كتجي بحال هاد الشكل هذا، التقبه ما عندها شي كبيره، وكاين اللي كيبغي التقبه كبيره. انا وريتكم بزاف يعني جوج د الطرق اللي عندي عفوا بحال هاد الشكل هيدا. وكنعملها انا غنبقى نقطع قدامكم، كنعملها نحطها في واحد الميطه حتى كتخمر وغنوريها لكم. قلنا هانتوما البنات انا خدمت معكم جوج ولا ثلاثه، وغنبقى كنكمل ونخليها تخمر مده نص ساعه ولا غنبدا كنقلي، ملي نكون كنقليها ان شاء الله عاود غنوري لكم. البنات هانتوما ما كنعمل المقله ديالي كتزيد سخنات ياك، لما كنسخنوها مزيان كتغلي مزيان كنقصوا البوطه كنخليوها بحال الشميعه وكنبداو. انا عندي النار مهيله علاش باش خصو يطيب من الداخل كيجي زوين ويطيب ومفشفش وما كيجيش ما كيتحرق لنا شي من برا غير منقصه بزاف. كنبقاو نهزو هيدا الزويته وكنعملوها عليهم بهذه الطريقه حتى كنشوفهم كيبداو كيتحمروا من تحت. انا غنبقى ندير، انا غير وريتكم هذه الاولى غنبقى ندير وغنوري لكم ان شاء الله كيفاش كيجي. كتشوفوا انا عملت تبارك الله جوج مقلات باش كنكمل، باش كنكمل بواحد السرعه. ملي بغات تعمل وحده كتعمل وحده، انا عملت جوج يعني وحده هنا وحده تما، وكتبقاو تهزوا هيدا الزويت، حاولوا تكثروا الزيت مزيان باش كيطيبوا يعني في الزيت. وكنبقى كنعمل الزيت فوق منهم هيدا 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 حتى كيطيبوا، وغنبقى كنكمل على هاد الطريقه حتى ان شاء الله نتلاقاو في الطبق. وغنوريكم السر د هذاك لو سيكر فاني علاش خليته، غنخلطو مع السكر يعني السكر الخشن او السنيده، وكنفندوه فيه كيجي بواحد الطريقه باش كيخلي واحد لوغو مزيون، لان انا عجنته وعملت فيه لافاني او سكر فاني. يلا انا غنشوف، انا غنحاول حتى نشوفها تحمرات غنقلب. نتوما كتشوفوا البنات الماء كنقلبها بهذه الطريقه هي بغات تبارك الله، ما نقول لكم شي كيجي خفيف وزوين ومفشفش كما كنقولوا يعني سهل واقتصادي. نتوما شفتوني القوام شنو عملت فيه، ما عملت فيه بيض، ما عملت فيه حليب، ما عملت فيه والو حتى شي حاجه، خميره فقط. اذا كيبقى على هذا الشيء، انا قلت لكم عملت جوج المقيلات صلامبي باش نوريك باش نكمل ونوريكم الطبق النهائي كيبقى كيطيب بحال هذا الشكل هذا كيتحمر. ما تحاولوش تخليه يتحمر بزاف باش ما يجيش بحال المحروق، وكنبقى كنطيب حتى نكمل. وتبارك الله عليكم البنات هانتوما تبارك الله، انا قريبا نكمل باش نوري لكم، ما نقول لكمش تبارك الله ما شاء الله كيفاش جا وغزال، انا غنوري لكم. اذا نعمل جوج المقيلات باش نكمل تبارك الله. 300 غرام صلانبي كتخلي واحد واحد القدر كبير وتشبعوا بيني مع راسكم لوليداتكم ولضيوفكم ما شاء الله في الكوتي. دابا راه وقت الكوتي تبارك الله، حتى انا عاد كنعدل لوليداتي وكنشاركوا معكم. وتبارك الله عليكم غادي نتلاقاو في الطبق النهائي. هانتوما البنات لما عملت واحد جوج معلقات السكر هنا، كيبقى السكر ديك الساعة على حساب الإنسان شحال مشي تفند ولا شحال بغات يدير. إذا نعمل جوج معالق كنعمل هاد الساشية كنخليها هنايا كتشوفو، وكنحاول كنخلطها لأن باش كتعطيني واحد اللوغو واحد الذوق يعني زوين بزاف من السم، لأن ديجا عملت العجين عملت فيه سكر فاني باش كيعطي واحد النسيمة
وكنبقى كنجيب مثلا كما كتشوفوا هيده وكنفندها بالطريقه اللي بغيت هنا وكنحطها في الطبسي. ديك الساعه غنوري لكم مثلا الطبق النهائي، ما نقول لكمش كيفاش جغزل هاد السر هذا صراحه على حساب لو سكر باش كيجي فيه واحد النسيمه مزيونه. انا غندلف الطبق النهائي وغنوريكم كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات الماء فنتو في السكر وفي لو سكر فاني خلطت معاه هذيك الطريقه اللي عملت كيجي زوين، واحد النسيمه فيه كتجي غزاله. كتشوفوا كيفاش تبارك الله جا كله زوين وخفيف، ما نقولكمش تبارك الله ما شاء الله. الا اللي بقى لي نقولكم بصحتكم وراحتكم، حاولوا تجربوه الضيوف ديالكم وليداتكم، هو خفيف واقتصادي وزوين وسريع التحضير، هذا هو اللي نقدر نقول لكم. والصحه والراحه، واذا عجبكم هذا الفيديو دعموا القناه تبارك الله عليكم كوم دابيتيود يعني بحال دائما، والتعليقات الزوينه ديالكم وما تنساونيش كذلك باللايك وشكرا لكم. وقبل ما غادي نكسر وحده قدامكم او نقطع وحده قدامكم بسم الله، يعني فهي انتم كتشوفوا قلت لكم انا بان خاوي ما شاء الله من الداخل ديالو، فهو ماشي شي عجينه فيه ولا شي حاجه، فهو زوين وكيستاهل ولا كيستحق التجربه. خاوي وخفيف، هو مقرمش زعما ما نقولكمش، ولكن صحة والراحه وشكرا شكرا شكرا على التتبع وعلى المتتبعات الوفيات والمتتبعين ديالي تبارك الله عليكم.